انا مش هطول عليكم وهندخل على طول في موضوع الحلقة اللي انا شايفه ممتع وهيهم الرجال والنساء على حد سواء. لو انت عايزة تعرف انت انثى فاتنة ولا لا، بس ما تضحكيش على نفسك، تابع معانا الحلقة دي. ولو انت عايز تعرف الانثى اللي انت هترتبط بيها دي او اللي قدامك دي انثى فاتنة ولا لا، برضو تابع معانا الحلقة. باختصار الحلقة كالآتي: التمن صفات دول أي أنثى بتسمعني دلوقتي أو أنتوا تعرفوها، لو فيها أربعة بس من الصفات دي، من التمن صفات دي، أصبحت من أفتى النساء العالم، واستحالة إن أنت تلاقي أنثى فيها التمانية. ويا ريت كده نتشارك مع بعض، وكل أنثى تكتب لنا في التعليقات في نهاية الحلقة هي فيها كام صفة من الصفات دي. بس بصراحة يلا بينا نبتدي. ارحب بكم سريعا كده واقول للجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، ده عشان يوصل له اشعارات فيديوهاتنا اما ننزل اول باول. وتعالوا بينا نبتدي بالصفات بقى. اول صفة معانا العنق الطويل، يعني الرقبة الطويلة. اكيد الانثى اللي رقبتها بتكون يعني مايلة للطول ان هي طويلة بتكون اكثر انوثة، وبتدي تناسق غريب لجسمها، او حتى لو لبست عقدة او لبست اي حاجة بيكون يعني براق وبيلمع واكثر جاذبية اكثر من غيرها. يبقى اول حاجة العنق الطويل. تاني حاجة الشفتين الممتلئتين، الشفتين مش ممتلئتين قوي يعني، ولكن عارفين الشفايف اللي بتبقى رهيفة دي او رفيعة دي، لا لو ما تبقى شفايف اقول عليها ممتلئة، والفم صغير، بتبقى في قمة الانوثة قوي، وبتبقى انثى انثى قوي وفاتنة قوي وجميلة قوي. أما الصفة الثالثة معانا، عارفين الشامة اللي هي بالمصر احنا بيبقى نقطة سودة كده فوق الشفة بتاعت البنت، أو تحت الشفة أو الدقن أو ممكن على الخد، دي تقريبا بيسموها الشامة، يعني نقطة سودة، أكيد انتوا عارفينهم. ودي في بنات كتير على فكرة بتتمتع بالصفة دي، وهي صفة بتكون جذابة أوي وملفتة أوي ومميزة أوي للفتاة اللي هي بتتمتع بيها. أكيد في أحجام للعيون، في عيون ضيقة وفي عيون بتلاقيها واسعة. الصفة الرابعة معانا في حلقة النهاردة هي العيون الواسعة. مؤكد العيون يعني من أحد الأدوات السحرية في المرأة اللي ممكن تعبر عن أنوثتها بشكل طاغي. يعني العيون الواسعة لو كانت الأنثى عيونها واسعة تكون أكثر جاذبية بكتير من الأنثى اللي ممكن تكون عيونها ضيقة، وبالذات لو كانت ضيقة قوي. ويا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة تدوسوا لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا، أي العكس ديسلايك أنا ما عنديش أي مشكلة، بس قولوا لي السبب، احنا عيلة واحدة. وتعالوا بقى نخش على الصفة الخامسة، اكتبوا لي لان انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها. لو انت انثى فيكي كام صفة بأمانة، ولو انت رجل قول لنا حبيبتك فيها كام صفة، احنا عيلة، خلينا نتبادل اطراف الحديث مع بعض. يلا بينا على الصفة الخامسة دلوقتي، وموعدنا مع الصفة الخامسة الخصر اللي هو الرفيع الوسط، يعني بالمصري زي ما احنا بنقول الوسط، لما يكون رفيع طبعا احسن من الوسط اللي هو بيكون مليان او ممتلئ. يعني الصفة كده، الصفة الستة الابتسامة الهادئة وليست الضحكة الصاخبة، وانا قلتها كتير قوي في حلقاتي. كل ما كان الانثى بتعبر يعني بالابتسامة الهادئة، ده بيدل قوي انها انثى فاتنة وجذابة. واحنا كرجال بصراحة لو اتنين يعني ناس كده بنتين قاعدين، واحدة بتضحك بصوت عالي أو واحدة بتبتسم، ما نعرفش كده حاجة اللي هي بننجذب للي هي صاحبة ابتسامة وليست صاحبة ضحكة رنانة نصيحة. يعني يبقى دي الصفة السادسة معانا في حلقة النهاردة، الابتسامة الهادئة. الابتسامة دي يعني أداة ساحرة جدا من أدوات سحر وأنوثة وفتنة وجمال الامرأة أو البنت أو الأنثى أيا كان بشكل عام. طبعا بعد كده الصفة نمرة سبعة الصوت الهادي الرقيق، يعني الهادي او الرقيق الاتنين قريبين قوي من بعض، مش الصوت العالي في اغلب الاحيان. في نساء للاسف صوتها عالي وممكن يكون مخلوقة كده صوتها عالي، وفي نساء العكس تلاقي صوتها حنين طري رقيق، ولكن بشكل عام الصوت الواطي يعني ليه فعل السحر او مفعول السحر في أنوثة وفتنة وجمال
الأنثى زيه زي الصفات اللي احنا ذكرناها من شوية دلوقتي. أخيرة بقى يعني الصفة نمرة 8 هي النظافة الشخصية، ودي للأسف في كتير من البنات أو النساء بتغفلها وما تاخدش بالها منها. تقول لك يعني هما ليهم المظهر الخارجي بقى، وممكن هو معدم في ريحك يشم ريحة تقفله. تخيل لو انت فيك السبع صفات دول وشم ريحة الرجل عامة بيتقفل يعني من الأنثى. فالنظافة الشخصية ليها مفعول السحر صدقوني. ممكن تبقى أنثى عادية أوي بس نظيفة أوي فتشد أوي وتجذب أوي. إذا النظافة الشخصية هي الصفة نمرة 8 معانا في حلقة النهاردة. عشان يكتمل كده التمن صفات لازم الأنثى تكون بتهتم بنظافتها الشخصية أكتر كمان من الرجل بأضعاف مضاعفة. كل جزء طبعا في جسمها لازم تكون واخدة بالها منه، ودي نصيحة مفيدة أوي للبنات والنساء اللي ممكن إن هم يعتمدوا على جمالهم الخارجي ويغفلوا الجانب ده ويضيعوا كل حاجة في النهاية. لأن بقول لكم هو الموضوع النظافة الشخصية ده شيء لا غنى عنه وأساسي ومكمل لأنوثة وفتنة وجمال الأنثى عامة. يعني أنا بحب إن أنا أقرأ تعليقاتكم وبحب إن أنا يعني أتعرف عليكم من خلالها. يا ريت كل أنثى سمعتني زي ما أنا قلت في بداية الحلقة تكتب لنا يعني كام صفة طلعت موجودة في شخصيتها، ونشوف معانا كام امرأة في القناة دي تعد من أفتن نساء العالم. ويا ريت برضو لو أنت شاب تقول لنا حبيبتك أو صديقتك أو حبيبتك بقى، خلينا نقول حبيبتك بلاش صديقتك يعني، أو اللي أنت هترتبط بيها أو اللي أنت مرتبط بيها فيها كام صفة. وأنا بقول يعني نتبادل أطراف الحديث بما إننا عيلة واحدة. إحنا موعدنا الساعة 8 كل ليلة بتوقيت مصر، دي قناتنا الأساسية. القناة التانية بعدها بساعة اسأل محمد وعيلته الساعة 9، قناة مهمة قوي فيها دروس مستفادة قوي. وأنا بدعو اللي لسه ما اشتركش فيها إن هو يشترك وينضم لينا. إحنا مجموعة من العقلاء اللي بنحاول إن إحنا نستفيد من تجارب وأخطاء الغير، أو إن إحنا ندعم ونساعدهم بمعلوماتنا وخبراتنا وتجاربنا السابقة. على كل يعني هي الموضوع من الأول للآخر في إفادة كبيرة قوي وثواب كبير قوي. أنا سايب لكم عامة رابط القناة دي في وصف الفيديو أول تعليق، وأصدقائنا برضو اللي بيسألوا على الانستجرام والفيسبوك عايزين يبعتوا لي أو يتواصلوا معايا برضو الروابط دي لو أنا مثبتها في أول تعليق وصف الفيديو. وبدعو أصدقائنا اللي بيشوفوني على الفيسبوك إن هم يشيروا الفيديو ده أو الحلقة دي على قد ما يقدروا، ولو شايفينها يعني من وجهة نظرهم إن هي تستحق ذلك، لأنها نشاطنا هيكتر على الفيسبوك الفترة القادمة أكتر. وكمان اللي ما اشتركش في الانستجرام يا ريت إن هو يشترك. هنعمل لايف، هنرجع نعمل لايف تاني على الفيسبوك وعلى الانستجرام زي ما كنا معتادين يعني قبل كده. وأنا أتمنى جمهوري ويعني أي واحد مشترك في القناة دي هو ليه سهم فيها، هو ليه نصيب فيها، فأنا بعتبركم كلكم عيلتي. لذلك أنا أحب إن أنتوا تكونوا متواجدين معايا في أكتر من مكان أو كل الأماكن التابعة ليا، يشرفني ويسعدني وشيء إيجابي ودافع ليا ودايما يخليني يعني سعيد إن أنتوا تكونوا متواجدين معايا في كل مكان، وأقدر إن أنا يعني ألتقي بكم أكتر من مرة في اليوم. في النهاية أتمنى جدا تكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي. إن شاء الله هنلتقي بكرة الساعة 8 بتوقيت مصر، وإلى اللقاء وتصبحوا على خير.